كنت هسميه سلطان. عارف انا طول الطريق عمال افكر لك في مدة مش لاقي، ما لقيتش احسن من ان اولع فيك زي ما حرقت قلبي على ابني. اصل انا بعيد عنك كيف ولعت وحرقك. حلني وتعال راجل لراجل وانا فرجيك حالك. لو كنت جيت لي راجل لراجل انما انت استويت على واحده ست. نور يا مروان بيه. ايه قرفان ليه؟ احنا في زريبه، عاوزنا رشك بمعطر جوي ياك. ما عندناش حاجه نضيفك بيها غير قرف البهايم، مع اننا بنحتاجه في سماد الارض. بس ما يغلاش عليك يا مروان بيه، مقامك اقل من كده. يوري، هو انت رايح ترجع الدار تتعلم عليه؟ الكلام ده صح؟ صح، علمه عليا زي ما بعلم عليك دلوقتي. كلك لقمة، هات اخرك لما الدور هيلف ويرجع لي فسمى عليك. لا، ما هو الدور المرة دي مش هيلف تاني يا مروان. هنا المحطة الأخيرة، أنا هقطع لك كل يوم حتة من جسمك وهسيب لسانك عشان تقعد تحايلني أموتك، وبرضك مش هموتك يا مروان، هسيبك كده. هات اخرك. بلاش اخر، بلاش اخري، عشان اخري عفش قوي يا مروان. خلينا نمشوها بالعدل. مد يدك، كلك لقمه مع البهائم. مروان، مروان عملوا فيك ايه؟ مروان انت عملت فيه ايه؟ حرام عليك. حرام عليا؟ ده جوزك دي الحرام نفسه. أنا ممكن أسيبه عشان خاطرك أنت يا ندى، بس بشرط واحد. أنا عاوزك بيدك الحلوة دي تضرب مروان قلم يترجع، ولو ما ترجعش ما يتحسبش. طب عشان خاطري، لو سمحت يا فارس، لو سمحت. عشان خاطري يا ندى، فارس مش هيسيبه إلا لما القلم يترد. والله حاسه بيكي. لا يا ندى، لا يا ندى، لا يا ندى، هو ما ترجعش. بس ماشي، كان نفسي اقول لك خدي جوزك وامشي، بس انا زهقت من لعبه القط والفار دي.
أنا أخلص منه خالص. لا لا يا فارس، لا لا يا فارس. سارة قولي له حاجة يا سارة. فارس كفاية. بكفاية دم يا مروان، بكفاية. أبوك قصاد صباع اللي طار، وزي ما كسرتني قدام مرتي كسرتك قدام مرتك. دلوقتي تقدري تاخدي جوزك وتمشي، بس ورحمة عمي زين لو رجعت تاني هنحيك من على وش الدنيا. يلا انت فين يا علي؟ وحشتني قوي، كل يوم بفكر فيك. مع كل الزحمة اللي حواليا دايما حاسة ان في حاجة ناقصاني. اكتشفت ان كل ما الدنيا بتيجي عليا مبفكرش غير فيك. انا خايفة يا علي، انت بس اللي بتقدر تطمني يا علي. انا عارفة اني وحشتك، طول البعد قوي. اللي مصبرني على الدنيا اني عارفه انك هترجع واننا هنكون مع بعض. ما تتاخرش. والله يا حضره الضابط، انا مش شايف ان مجيتي الاسم كان ليها اي لازمه. كل المعلومات اللي قلتها لسعادتك كان ممكن تعرفها بنفسك. يا سليم بيه، دي جريمة قتل. على عيني ودماغي، والله يرحمها طبعا. وأظن أنا قلت لك إن الأستاذة داليا الله يرحمها كانت صديقة عزيزة. وإحنا لازم نشوف شغلنا. ده غير إن أنا قدامي ورق بيثبت ملكية حضرتك للفيلا، ده غير إن حضرتك كنت تتردد على الفيلا من وقت للتاني كمان. كنت بتردد على المكان، بس أكيد مش أنا لوحدي. المكان ده كان فيه المكتب الخاص للأستاذة داليا، ومن ناحية إن أنا المالك الأصلي للفيلا فده صحيح، بس الأستاذة داليا كانت مأجرة مني وعقد الإيجار أهو. عموما إحنا هنتأكد من صحة ده، وآسفين جدا على ضياع وقت حضرتك. الحقيقة أنا مش متضايق عشان الوقت، بالعكس احنا لازم نتعاون ونساعد بعض في قضية زي دي. بس اكيد سعادتك مقدر انا مين كشخصية عامة، يعني مش خايف غير من الشوشرة اللي ممكن تحصل. سعادتك عارف الاعلام والميديا ما بتصدق. على اي حال يا حضرة الضابط، لو احتجت مني اي معلومات او اي حاجة اتصل بيا شخصيا، انا تحت امرك. يعني خلاص كده كل حاجة راحت؟ مش هبقى محدش شر عنك يا حبيبتي، هتبقي أحسن أم إن شاء الله، وهجيبي دسة عين. تعيطيش تعيطيش يا حبيبتي، بكرة ربنا يعوض عليك أنت ويحيى ويديك عيل واتنين إن شاء الله. تعيطيش. هو يحيى عارف يا طنط؟ ما كانش خايف غير عليكي. يحيى بيحبك يا ريان، ما تخافيش، ده ابني وانا عارفاه. وبعدين انتوا لسه صغيرين وقدامك العمر، بكره تجيبي عيل واثنين وثلاثه، وربنا يديني ثلث العمر واشيلهم لك كمان. ربنا يطول لنا في عمرك. هو يحيى فين؟ الحمد لله على السلامة حبيبتي. يحيى هو ايه اللي حصل؟ مش عارف تفكر في حاجة خالص.
حقك وحق ابنك. نورت الدنيا يا باشا. اتفضل سعادتك. اتفضل يا باشا. سعادتك بتدور على حد تحب ادلك على مكانه او عنوانه او بياناته لو تحب. ما هو سعادتك تقدر تعتبرني سجل مواليد ووفيات المكان ده وفي خدمتك يا سليم بيه. الله، ده انت تعرفني بقى. هو في حد ما يعرفش سليم بيه العطار؟ حتى الكراسي والترابيزات في المكان ده حفظت صوت خطوات سعادتك وانت داخل. نجوى فين؟ الله يرحمها. ماتت؟ داليا صادق كانت مذيعه شاطره قوي الله يرحمها. لا، ده انت اللي باين عليك شاطر قوي. خدامك يا باشا. ارمي بياضك. عندك ايه؟ ما هو حسب نظريه سامي لا تعطي احدا شيئا دون مقابل. انت بقى سامي ونفسي انول الرضا وتعتمد عليا. ولو انا شاطر زي ما انت بتقول يبقى انت كسبان يا سليم بيه. بس انا مش هشتري سمك في ميه. البحر كله تحت امرك. اطلب منه اللي انت عايزه يطلع لك مقلي مشوي. وعموما عرفت طلبك. حوار داليا ده اديني ليله واحده بس وهيبقى عندك في الصفحه الاولى. اتفقنا. انت عايز نعمل لك ايه؟ بقول لسيادتك هيقتلها. مقتلها يا ابني؟ قتلها. لو قدرها انها تموت على يده خلاص قدره مكتوب. احنا كلنا مجرد اسباب لبعض. ايوه سيف بيه، بس انا كنت جاي لك وفاكر انك فاكر ايه يا ابني؟ لا ما تفتكرش. دور انت على اي بنت، الدنيا مليانه بنات. راحتك. بعدين يا امير لو انت عايز تبقى بزنس مان وناجح ما تخليش حد يكسرك. ما حدش يلوي دراعك يا سيف بيه. ده مش دراعي، دي حنة. وانا مش اشتغلت مع حضرتك كنت فاكر ان انا مسنود يعني وحاسس ان انا وقعت في مشكله هلاقي حضرتك. انت عبيط ولا ايه؟ عايزني اقف قدام نوح؟ ما تفوق يا ابني. وانت صاحبي ولا ابن خالتي؟ ما ينفعش الكلام ده طبعا. ما تركز شويه. عايزني اقف عادي نوح عشان بنت انت حبيتها وانبسطت معاها يومين؟ ما ينفعش طبعا. عندك حق يا سيف بيه. بعد اذنك. في ايه مالكم؟ لا ولا حاجه حياتي. امير جاي بيطمني على الشغل. خير يا سامي؟ موضوع ايه المهم لدرجه ان انا اجي مخصوص عشانه؟ انت متوتره كده ليه؟ ما تستني وتهدي شويه، اشربي حاجه وبعدين نتكلم. ما تتكلم على طول يا سامي، في ايه؟ يعني كنت عايز اتكلم معاكي كده في حكايه حكيتها لي من فتره. كاتي مذيعة اللي اسمها داليا صادق، وصلتي معاها ليه؟ وده يهمك في ايه؟ اذا كنت انا شخصيا نسيتها. اصلها اتقتلت. ما انا عارفه، برضه شاغل بالك بيها ليه؟ يعني انا خايف تطلطي في الموضوع قلت اطمن عليكي، غلطان انا يعني؟ لا يا سيدي مش غلطان، ما تقلقش عليا. أنا بعيدة تماماً عن الموضوع. اللهم المباحث بتسأل عليكي ليه؟ تسأل علي أنا؟ جم هنا وبيتحروا عنك، بيقولوا إن في ناس كتير قوي شافوكي معاها قبل ما تتقتل. أنت بتتكلم بجد؟ الله يخرب بيتك يا سيف. مالك يا امير؟ يا العالم انا تمام. كنت بتتخانق انت وسيف ليه؟ لا دي مشاكل شغل بسيطه مفيش حاجه. ماشي يا سيدي، ودام مش عايز تحكي لي اخبار حنا ايه؟
حنة كويسة؟ في ايه يا أمير مالك؟ حنة كويسة؟ نوح خطف حنة. نوح؟ ايه علاقته بحنة أصلا؟ هو فاكر إن أنا قتلت بنته عشان كده خطف حنة عشان عايز يوصل لي. هو أنت ليك علاقة بقتل فيروز؟ لا طبعا. وبعدين قتل فيروز ما كانش مترتب له أصلا. أنا مش فاهمة حاجة، احكي لي يا أمير. توعديني يا ليلى هاني إنك تساعديني؟ أوعدك بس لو حكيت لي الحقيقة. وتضمني لي الحماية؟ أكيد. صدقني لو في أي حد ممكن ينقذ حنة مفيش حد غيرها هيقدر يعمل كده. خلاص أنا هحكي لك على كل حاجة. يبقى خلاص مش هينفع هنا. اركب. اركب يا أمير. ايه يا حازم؟ مستعد ولا ايه؟ ان شاء الله يا دكتور. بص انا مش عايزك تقلق خالص، الموضوع بسيط جدا، ان شاء الله تقوم بالسلامة باذن الله. العملية دي ممكن تاخد لها قد ايه؟ ايه يا اخويا وراك معاد ولا ايه؟ لا انا بس بستفسر. لا هو الموضوع مش هيفرق معاك كتير، اصل انت كده كده هتكون في البنك. خير العمليات جاهزة يا دكتور. طيب هسيبك 10 دقايق كمان واجي لك. ماشي؟ اتفضل. اديها لك كده. عاملة ايه يا شمس؟ الحمد لله. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. انا كده دايما موعود بإصابة الرجل. معلش. الحمد لله انها جت على قد كده. الحمد لله. انا مبسوط ان انت هنا وعشتيني. مالك يا شمس للدرجه دي؟ حازم انا عارفه ان الكلام اللي انا جاي اقوله لك ده ولا ده الوقت المناسب ولا المكان المناسب، بس صدقني موضوع أكبر مني ومنك. مش فاهم حاجة. حازم احنا لازم نسيب بعض. نسيب بعض؟ أنا عارف إن هو ما كانش سهل علينا اللي حصل، بس ده المفروض يقربنا من بعض مش يبعدنا. حازم أرجوك ما تطلبش مني أي تفسير أو مبررات. أنا كده فهمت. أنت خدت القرار لوحدك. مش كده؟ حازم أنا مش نادلة. بس في حاجات كتير قوي أكبر مني ومنك. أنا مش فاهم يا شمس. أنت جاي تسيبيني في أكتر وقت أنا محتاجك فيه؟ والله وده أكتر وقت أنا محتاجاك فيه. حازم في حاجات كتير قوي أنا كنت بفكر فيها قبل ما أعرفك. دلوقتي أنا ما بفكرش في أي حاجة. أنا بفكر فيك أنت بس. وانت بقيت اهم حاجه في حياتي، وانا والله مش عارفه اعمل ايه. طب ولما انا اهم حاجه في حياتك يبقى في حاجه انا مش فاهمها، في حاجه انت مش عايزه تقوليها. وبعدين انا مش هقدر اكمل عادي كده كاننا اتنين طلعنا القطر ونزلنا كل واحد في محطه. حازم ده طلب بابا. عم ذكري وانا وعدت ان انا هنفذه. وازاي عم ذكري يطلب منك حاجه زي كده؟ ده أكتر واحد أنا كنت متأكد إن هو عايزنا نكمل مع بعض. أنا حتى كنت جاي وناوي إن أنا يعني. ناوي على إيه؟ مفيش. شمس أنت البني آدمة اللي أنا قلت هكمل معاها بقية حياتي. كنت مستعد أقف قدام أي حاجة على فكرة. لا يا حازم أنت مالكش ذنب. الموضوع أكبر مني ومنك. بابا كان بيقول إن هو خايف عليا، بيقول إن حياة العطارين كلها دم ورصاص. مش كده؟ هو ده اللي أنت عايزة تقوليه؟ على فكرة أنا كنت ممكن أعمل السهل وأبقى زيهم، بس أنا اخترت أفتح المصنع وأبقى ناجح بعيد عن الدم والرصاص وكل الكلام ده. فكرة شمس أنا حبيتك بجد. أنا كمان حبيتك حازم.
تقوم بالسلامة. إن شاء الله. إن شاء الله. منور دارنا يا ريس عساف. الدار منورة بأهلها يا ريس موسى. بس ما تاخذنيش يعني في السؤال. أنت ليه جايبها مربطة ورايد نحبسها لك؟ رباية بأدبها. خاف عليا؟ لا دي حالي ولا موت روحي ولا ما هو بيحبك عمل معاك كده ليه؟ عشان عارف إني ما بحبها. أو فاكر إن الحب ممكن يجيب الغصب. عمرك سمعتي عن حد اختار حبيبه؟ العيون بترمش وتفتح تلقى نفسها في حضن عيون تانيين وغصب عنك بتلكي قلبك مش معاك. بس لازم تعرف حاجة، انت مش هتعرف تجبرها على حبك وبرضك مش هتعرف تتجوزها إلا لما تطلقها الأول من جوزها ولا إيه؟ اسمع يا ريس موسى، زواجها من سلام باطل لأنها حقاني وما حتروح أضيها من يدي تاني، ولو حد هاوي بنحيها حتفنه حي. خلاص ما تتحمك شقاوة كده، لو رايدنا جيب لك المازون دلوك هتجيبهولي. مش العيب، دبر حالي الأول ودبر لي سكنة. وانت ليش حبسينك هانا؟ نفس السبب اللي محبوس عشانه. الظاهر كده ان الحبس ما بجيش للمظالم بس، بقى للعشاق كمان. وانت اللي حبسك هذا بيحبك برضه؟ لا، بينتج من جوزي اللي ما عرفهاش هو حي ولا ان شاء الله يكون حي ويجي هو اللي يخرجك من هنا. بس هو جوزك كان عمل لهم ايه؟ كل اللي عمله انه كان طيب ومن غير ما يقصد طلعني عفش قدام الدار كلها. بس بيني وبينك هو عنده حق، لان انا فعلا عفش ومحبش اشوف حد احسن مني. عشان كده ربنا اداله على كد نيته وخلى كبير الدار، وبرضك التاني على كد نيتي وخلاني اعرف ارجعها منه وضعتهم كلهم برا الدار. مش كده وبس، لا انا عرفت اخد منه مرته وامه. عدل دولة مش عدل عساف. والله يا ريس موسى العدل إننا وإنت اللي نبقوا أخوات، اللي زي سلام وحسن دول طيبين وملهمش مكان بناتنا، دي النوايف بقهم نخلع. تعرف يا عساف، الطيبين دول هيدخلوا الجنة وإحنا ما ندخلش معاهم ليه؟ عشان إحنا مش طيبين. يعني يبقوا أحسن منينا برضك؟ أيوه، بس الحديد دي مش دلوقتي، بعدين في الآخرة، بعدين مش دلوقتي. يا أخوان اللي كنت فاكر نفسي على حق في كل اللي بعمله، لا احنا مش على حق، وانت فاهم غلط. عارف ليه؟ عشان انت ما تواجهش نفسك بالحقيقة. بالحقيقة نحنا جوانا الشر يا عساف، لكن بنقنعوا نفسينا نحنا على حق عشان نبانوا زنين قدام الناس. انا عارفه ان عساف اصله طيب، بس هو اللي سايب نفسه للشيطان. خلي دايما ربنا حسبك وكيلك، وقولي حسبي الله ونعم الوكيل وربنا ينصرك.
حسبي الله ونعم الوكيل. انت سيف بيه مقصين عليك، يبقى لك حق عندي، الحماية والضيافة. منور منور داري يا ريس عزاز. الله ينور حربي. أمن نفسك انت لحد ما توصلني بالواد بالسلامة، عشان اللعبة يا حلو. ولد مين ده؟ يا ابن هارون. سالم؟ هتعمل فيه ايه؟ هعمل فيه زي ما هارون عمل في ابني. هتقتله؟ وانت شغلة بالك ليه؟ عشان الولد ذنبه ايه؟ وابني كان ذنبه ايه؟ يحيى احنا لو حسبناها كده يبقى مش هنخلص. هنخش في دوائر ما بتنتهيش، زي الدوائر اللي ابويا وابوك وقعونا فيها. يعني انت مش عايزين اخد حقك وحق ابنك؟ وانت ايه اللي هتاخده من موت ابن هارون؟ هتستفيد ايه يعني؟ هبرد نار قلبي على ابني. طيب احنا ممكن ناخد حقنا بشكل تاني خالص ونستفيد اكتر. ازاي يعني؟ شفتي؟ اهو باك فدى نفسه بيكي. لو كان بجد بيحبك كان جه هنا وخلصك. انت مش ربنا عشان تنهي حياتي قصاد واحد انت معرفتش توصله. عايز تعلق شماعتك عليا عشان تعرف تنام بالليل ضميرك مرتاح، مش كده؟ وانت عارف كويس قوي ان انا ماليش ذنب. عندك حق، انا فعلا مش ربنا عشان ما اقدرش ارجع اللي مات. بس انا كنوح اقدر اموت اللي عايش، خصوصا ان فيروز برضه ما كان لهاش ذنب انها تموت. ذنبها انك انت ابوها. وعشان انا ابوها يبقى لازم انتقم من اللي حرمني منها. انا ما اعرفهاش ولا حتى شفتها قبل كده. وليه يا امير يقتل بنتي وهي مالهاش ذنب في اي حاجه؟ انا ما قتلتش فيروز يا نوح. امال مين اللي قتلها؟